اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمود، كنا بنتكلم عن الحكم وكواليس حكم مباراه الاهلي وبالميرس وعدم احتسابه لركله جزاء لاحمد عبد القادر، واضحه جدا بالنسبه لنا، كانت في الشاشه واضحه. ما اعرفش بقى عندكم ايه الكواليس بتاعه الموضوع، احكي لنا. لا، واخر نص ساعه في مباراه بالميرس كان يعني الفار والحكم عملوا حاجات كذا لقطه كده برضو ايه دار عليهم ما شاء الله. لما انتهت المباراه وخلاص اتفاجئنا بان الحكم فرنسا ولا يحكم المباراه بتاعت الهلال. طبعا كريم قاعد جنبي وقعد ايه الحل ازاي، طب ايه الموقف يعني ازاي يعني هو مفيش حكام غيره. فطبعا طبعا البعثة النادي الاهلي والكابتن محمود وكلف كابتن حسام غالب بالملف، وبعد السؤال والتقصي اكتشف انه في حكمين اصيبوا مع انه كانوا موجودين في واحد حكم رابع واحد عديها اصيبوا قالوا كده الكلام ده ماشي. لكن طبعا كابتن حسام علي راح جيل مقر الفيفا وكان معاه المهندس هاني ابو ريده، وبامانه هاني ابو ريده نصح انه ما يتقدمش شكوى ضد الحكم، انه يبقى في مساله يعني زي سؤال يعني تساؤل ليه الحكم ده يعني بلاش شكوى عشان ما تبقاش، وتدخل المهندس هاني ابو ريده وتم طرحه النقاش. انا حتى يعني يمكن هو قال حاجه بعد ما البطوله انتهت وخلاص واللي حصل، قال انا كنت متعرض للايقاف، معرض لان توجه له تحذير رسمي ان ما تدخلش لهنا وليده نفسه انك انت ممكن تحول الى لجنه التاديب. ليه؟ لانك انت ما تتكلمش على التحكيم، ممنوع ما يخشش ممنوع. لكن هو اللي نقل الاهلي نقل مخاوفه من ولكن سبحان الله يقدم الاهلي مباراه من المباريات الكبيره والحكم نفسه يقدم مباراه غير متوقعه على الاطلاق. بالظبط، مباراه حتى عادلة. يعني حتى كريم قال لي واحنا رايحين، قال لي انتهت حلول الارض وبقيت حلول السماء. قلت له هسيبها على ربنا يا كريم. قلت له اقول لك ايه؟ سيبها على ربنا. ولاعيبه الاهلي احترموا فرقه الهلال طبعا وادوها حقها طبعا، وعارفين القيمه الكبيره لبطل اسيا، واي منافسه انت لازم تحترمه. النقطة الأساسية في سعيك للانتصار احترام الآخر. طبعًا. دي إدت بنت كثير من حالة من الصمت، حالة من التركيز، حالة من فرق من السرية من كل الشغل اتعمل. أنت البداية بتاعت المباراة كانت يعني بص بداية الأهلي كانت غير متوقعة. أيضًا قرارات الحكم بأمانة شديدة لم يكن فيها ظالم خالص. في مسألة الطرد، انفار هو كان الفيصل في الحالتين، لكن المباراة كمجمل من أروع المباريات مزبوط. اللي تعبت زي ما أنا قلت في الأول، بقول لك أنه كان دربي عربي أكثر من أهم حاجة فيه كان الأخلاق والروح الرياضية، كان هي دي بالنسبة لنا. وحتى كان الأخوة والأشقاء السعوديين مقيمين معنا في الفندق قبل الماتش، عاوز أقول لك إيه المناوشات طبعا المناوشات الجميلة تحبون تاخدوها ثلاثة ولا أربعة؟ خدها خمسة ستة بس بالراحة علينا يعني. أنتوا عندكم جايبين نص مليار لعيب، إحنا يعني بالراحة بس الملعب يعني فيصل، عارف أنت بقى العلاقات. لكن طبعا هو ده الجو المفروض. هنونا بعد الماتش بعد الماتش لا جم أمانة شديدة، تهاني وفرحانين جميلة. حتى بقولك كانوا عاملين هاشتاج تجميل يومها حصل ده، بس ده هاشتاج كان لطيف ان هم يعني بيلحقونا. بص يا غبي بص، يعني عجبني واحد قال لي بص احنا مشكلتنا انه يعني حد بتكلم معايا يعني قال لي مشكلتنا ان احنا بعض الاحيان بتخرج مننا حاجات ما ينفعش، هي المفروض تبقى في اطار احنا اخوه، ده ماتش كوره ينتهي والفايز والخاسر يهني الفايز والفايز يحقق. هو ده اللي حصل، هو ده المجمل يعني. بامانه كابتن اسلام من المشاركات المهمة، وأنا بشكر الفيفا وبشكر الاتحاد الأفريقي وبشكر الاتحاد المصري لكرة القدم، لأنه بشكرهم لأنه سابق برهنوا على جوهر الأهلي، برهنوا على قيمة الكيان نفسه. مزبوط. أنه عندما يتعرض أزمة بيظهر دين مثل الأهلي، بيظهر المعدن الأصيل للعيبة بقدرات بالإدارة بالثقة بالنفس والدعم اللي بياخده اللعيبة بيكون نتيجته. كانت الناس ابتدت تتريق بعض من لا يشجع النادي الأهلي، كان ده ابتدى يروح لإيه؟ لقصة إن إيه الكلام اللي أنتم بتقولوه ده، الأهلي بمن حضر والأهلي مش عارف إيه وبتاع، ولكن البطولة دي أثبتت كل هذه المقولات كلها تقريبا. ينحت الأهلي ينحت الأهلي عبارات تاريخية بالظبط تسجل على مدار الأهلي حديد جت من فين؟ ما جت من متراكمات. الاهلي ملك التسعين جت من فين؟ تراكمات. جت من تراكمات. الاهلي بمن حضر جت من فين؟ تراكمات. جت من لا
جت من ماتش 3-2 بتاع الكاس 85. حد كان يتوقع فريق بحجم نادي الزمالك فريق كبير وبنجوم الكبار والشباب صاعد واعد وفي مباراه تحدي كبير جدا لا احد ولا المنطق ولا الجمهور ولا اي حد عاقل يقول انه دول هيكسبوا. ولكن شوف بص شوف الجهد والعمل والاخلاص وصلك انت لفين. هتروح لماتشات كتير جدا انت كنت فيها ناس عندك غيابات كبيره جدا طبعاً. انت لاعب ماتش الهلال عندك كم غياب؟ عندك 12 الهلال 8 أو 9 او مثلا 8 اللي هم العظم الاساسي بتاعك 14 لاعب. فانا عاوز اقول لك ايه انك انت بتيجي في اللقطات الفرز بنسميها لقطات الفرز والكشفه تبين لك انك انت لا عندك تستطيع انك انت تروح في حته احسن من كده كمان. مزبوط. ماشي. لكن مبروك لجمهور الاهلي لانه هو البطل في الاول وفي الاخر. وبقول لعيبتنا الاهلي مقبلين على موسم صعب جدا. دوري ابطال افريقيا السنه دي مش هيكون نزهه. وبقول له موسيماني الناس بتحبك سيبك من كل النقد ده نقد فني ده عادي جدا لكن الناس بتحبك وعايزك تروح في حته ان تعيد للاهلي بطولته المفضله هي مسابقه الدوري.